فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية ورئيس المجموعة البريكس. القادة رؤساء الدول مجموعة البريكس، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود بداية أن أتقدم لفخامتكم ولقادة دول المجموعة بالشكر الجزيل على دعوتكم الكريمة لنا للمشاركة في أعمال هذه المجموعة الهامة التي تنعقد لتعزيز العلاقات بين دول البريكس والجنوب العالمي، الأمر الذي سيتيح الفرصة لتوسيع وتعزيز الحوار والشراكة في مجالات التنمية والابتكارات والطاقة والثقافة والأمن والسلم الدوليين، وإعطاء دفعة بناءة لحل قضايا الساعة الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وذلك من أجل بناء عالم أفضل. وفي هذا المقام نتقدم للدول التي انضمت حديثاً لمجموعة البريكس، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وأثيوبيا وإيران، بالتهنئة على هذا الانضمام الذي يشكل مؤشراً قوياً على الدور المتنامي للمجموعة وأهميتها الكبيرة على الصعيد الدولي، آملين بقبول طلب انضمام دولة فلسطين أيضاً للمجموعة في القريب العاجل. إن التطور الكبير الذي تشهده مجموعة البريكس والرغبة المتزايدة لعدد أكبر من الدول للانضمام إليها يظهر الحاجة الملحة لنظام عالمي أكثر توازناً وعدلاً، خاصة في ظل عدم نجاح مؤسسات النظام الدولي الحالي في إيجاد حلول فاعلة للأزمات المتزايدة والقضايا المزمنة التي يعاني منها العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. لقد مر عام أيها السيدات والسادة كامل على أكبر كارثة يمر بها الشعب الفلسطيني بعد نكبة عام 48 و67، وهي الحرب الإسرائيلية التي ترتكب فيها جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، توطئة لإفراغه من سكانه، وبخاصة الآن في شمال قطاع غزة، الآن حيث تلجأ قوات الاحتلال إلى تجويع السكان هناك، وكذلك الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والضرب بعرض الحائط بالقانون الدولي وتعريض المنطقة للانفجار وتوسيع دائرة الصراع. لقد قررت الحكومة الإسرائيلية إغلاق المقر الرئيس لوكالة الأونروا في القدس الشرقية وتعطيل عملها في العناية باللاجئين الفلسطينيين في أرض دولة فلسطين المحتلة، ما يستوجب من المجتمع الدولي الرفض والإدانة وإجبار الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار. ولهذا فقد أصبح هناك حاجة ملحة وعاجلة لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار الفوري وإدخال المساعدات الإنسانية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مهامها الكاملة لإعادة النازحين إلى مناطقهم وإعادة الإعمار. القادة ورؤساء الوفود، إن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني هو الاختبار الأول في هذه المرحلة التاريخية
بعد مضي 76 عاما من النكبة والتشرد والمعاناة للشعب الفلسطيني بأكمله، ولقد حان الوقت لوقف الظلم وإنهاء ممارسات الاستقواء بالقوة العسكرية وإطالة أمد الاحتلال. لذلك فإننا ندعو دول العالم لتطبيق قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية وإلزام سلطات الاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية خلال عام واحد كما نصت عليه توصيها، وإعمال العقوبات عليها في حال عدم التزامها، والعمل مع الأمم المتحدة والأطراف المعنية لعقد مؤتمر دولي للسلام. وإننا نعول كثيراً في هذا السياق على دول مجموعة البريكس التي أصبحت تشكل ثقلاً مؤثراً ومقرراً في إرساء قواعد السلم والأمن الدوليين. قادة ورؤساء الوفود، إن دولة فلسطين تعتبر المبادئ التي تقوم عليها مجموعة البريكس جزءاً أصيلاً من سياستها التي تؤمن بالعدالة والاحترام المتبادل والرخاء المشترك، والتي تمثل تطلعات شعبنا. ونتقدم بالشكر لقادة مجموعة البريكس على مواقفهم الشجاعة تجاه دعم القضية الفلسطينية ونيل شعبنا حريته واستقلاله. ونجدد في هذا الصدد رغبة دولة فلسطين بالانضمام إلى مجموعة البريكس وبتعزيز الشراكة والحوار والانخراط في الفعاليات مع أعضائها، مؤكدين استعدادنا الكامل للالتزام بممارسات وأنشطة هذه المجموعة من أجل تحقيق أهدافها وتحقيق شراكة استراتيجية لبناء مستقبل أفضل للبشرية. أشكركم سيادة الرئيس، أيضاً أشكركم على كلمتكم، وأتمنى لأعمال المجموعة النجاح، والسلام عليكم.